أول ما يوصل هذا المقطع 1500 لايك راح أنزل المقطع اللي بعده على طول إن شاء الله. السلام عليكم، كيف الحال؟ معكم مادام زومبي كلاريتكي. اليوم يا شباب عندنا فيديو اللي هو FUT درافت. يا شباب راح ندخل طور الدرافت الآن، أو راح نلعب طور الدرافت لأول مرة في القناة. قبل لا ندخل يا شباب في المقطع وكل شيء، بس حاب أقول لكم شيء واحد، يعطيكم ألف عافية وشكرا على الدعم الرهيب يا شباب. جالس يزيد عدد المشتركين بشكل جدا رهيب، وأنا مو بجالس أنزل مقاطع، فأنا آسف جدا جدا يا شباب، وإن شاء الله القادم أفضل. وأوعدكم يا شباب بجودة مقاطع أفضل من قبل بكثير. زي ما تشوفون يا شباب صارت المفروض الإضاءة صارت أفضل، غيرت مكان الكاميرا زي ما طلبتوا. فإذا عندكم يا شباب أي نصائح بالنسبة للقناة اكتبوها في الكومنتات عشان نحسنها. هذه النصائح شباب كلها من قبل مشتركين قالوا لي والله آدم الإضاءة من برا فلهذا حسنت الإضاءة، قالوا لي والله آدم مكان الكاميرا مو بحلو فأنا حركت مكان الكاميرا. طيب شباب، فهذا كله عشانكم، عشان تستمتعون بمقاطع بجودة أفضل. فأتمنى يا شباب كل اللي يشاهد المقطع الآن يوقف المقطع، ينزل تحت يضغط على زر اللايك. شيء بسيط جدا، كلها ثانيتين، ما راح تاخذ منك وقت. خلينا ندخل الان طور الدرافت. اتوقع الكل يعرف طور الدرافت، اللي هو تدخل عليه راح يطلب منك انك تدفع يا اما 15000 كوينز او 300 نقطه فيفا. فانا راح ادخل ب 15000 كوينز، ان شاء الله تطلع لي خطه كويسه. المشكله يا ان انا مو برا احب 4-3-3، هذه المشكله. فممكن ان اختار 4-5-1، ممكن فراح اختار 4-5-1. خلينا نشوف الان الكابتن الدون. يا عيال في نيمار، والله العظيم يا عيال ترى نيمار هذه السنة مجنون، شيء مو طبيعي. بس راح اختار الدون لسبب انه ممكن يلعب ستي معاي، فراح اختار الدون. نروح للاستي نشوف منه معاي في الاستي. اوباميانج مولر، اوكي في اوباميانج وفي مولر، لكن راح اختار اوباميانج. ان شاء الله يطلع لي كاغاوا حلو. نشوف اللي هو الكام الثاني ان شاء الله من هذا. خامس رودريغيز، سلام. حلو، خلينا نشوف اللي هو الكام او يو. طيب عندنا دخية، عندنا نوير، بس انا مع كامل احترامي لنوير لكن راح اختار دخية عشان يشبك مع المدافعين. فدخية، يلا يلا يلا، تكفون لاعب كويس. لا 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 يا عيال، لا وش ذا؟ عندنا سواريز اللي ممكن احطه احتمال كبير، عندنا ممكن اوزيل برضو، نيمار. اوه وش ذا يا عيال، ودي اختار سواريز ونيمار بس عندي اوباميانج ما احتاجهم. يا الله يا عيال، راح اختار اللي هو كروس مع الاسف يعني. اوه يا عيال، لا 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 وش صاير يا عيال، لا 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 مش معقول. رويس، لا 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 ايش ذا؟ يعني هذه تشكيلتنا تقريبا من افضل التشكيلات اللي طلعت لي في الدرافت، تشكيله مره قويه من ناحيه الهجوم. عندنا اوباميانج، عندنا اللي هو في الكامات كاغاوا ورودريغيز، عندنا برضو كروس، رونالدو، نافاز. الدفاع مره قوي، الحارس دخيه، يعني حتى الاحتياط مره قوي. عندي بن عطيه، عنده اورير، شاكيري، مارتينيز، رويس، يعني شيء خرافي مره يا شباب التشكيله. ان شاء الله متعود على الكاميرا هناك يا ان شاء الله يا يعني. طيب يا شباب، فهذه هي تشكيلتنا تقريبا. خلينا ندخل على الجيم ان شاء الله. اوكي الحين مدقق يعني. يا عيال لقينا خصم سورا شرطة اكس. طيب خلينا نشوف، ندخل الان. يلا على بابك يا كريم يا كريم. خلينا نشوف. ايش ذي التشكيلة يا عيال؟ الدون انفورم، بنزيما، ميسي، نيستا، تشيك، كوشيني، كيف؟ لا لا لا، الله 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 يا بوميانك، الله يا بوميانك، ما نجيب الفاول. يا الله متعود على الكاميرا هنا، معليش. ما نجيب الفاول، نجيب الهدف. غصب غصب كبير يا بوميانك، الله عليه. توزيع رهيب، با من كاغاوا، اوباميانج الله عليك، تمركز جميل من اوباميانج. شوف الدون هنا، ترك لي مساحه للدون، ترك لي مساحه للدون، تترك مساحه للدون، ليش تترك مساحه للدون؟ ليش تترك مساحه للدون؟ الله يا الدون، رونالدو، سلام يا رونالدو، جميله
والله العظيم هدف رهيب. شوف كيف شوف كيف. الله 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 الله، مهارة بسيطة، رونالدو تشوب مهارته. يا سلام عليك الدور يا اخي. كيف بلنتي يا اخي، ما ضغط شيء يا اخي. مو معقول والله العظيم، مو معقول يا عيال كده. اي شيء ما لمسته، ما لمسته يا اخي، ما لمسته. ايش ذا التمثيل يا ميسي، يا الله. ماله كبير رودريغيز خمس. الله يا خمس، الله يا خمس. لا يا كيف طاعت يا اخي، لا حرام يا كروز. كبير يا رويس، الله عليه يا رويس، الله يا رويس، الله يا رويس، الله يا كروس. والله العظيم يا شباب ان رويس مو طبيعي والله مدهور. كبير يا رويس، الله عليه، والله جالس يتكاتف مع هذاك اللاعب بشكل مجنون. وطبعا رويس قدام الشبك تبيه يضيع الجول. بافاري ناري تقريبا كامل الاوصاف. طيب يا عيال، انتهت المباراة الأولى، فزت بنتيجة 4-1، نتيجة رهيبة زي ما تشوفون يا شباب. نجم المباراة كروس. يلا يا حبيبي ننتقل للمباراة الثانية. طيب يا عيال، لقينا واحد في اللقاء الثاني في الدرافت. خلينا نشوف تشكيلته. مشرف اوكي، اسمه مشرف، حياك الله. يا عيال وش صاير يا عيال، كل واحد يجي تشكيلته إسبانية والعناصر كويسة مرة، لكن تبون صراحة تشكيلته أفضل منه. بإذن الله نفوز. أنا ما أدري ليش، أحس إحساس داخلي إني بفوز هذه المباراة. بداية المباراة بسم الله يا حبيبي، بسم الله. خمس رودريغيز، خمس. أوباميانج هرب، أوباميانج شد. أوباميانج مجرد إنك تركض فيه خلاص، مجرد إنك تركض. حكم إيه بلنتي، إيش ذا؟ والله جلد أوباميانج، جلد رونالدو. السلام يا دون، الله عليك. كبير يا بلنتيانو، كبير. كروس تكفى. الله عليه أوباميانج. هدفين في كم، 5 دقائق. كبير يا شيخ. حلو، باقي هدف ثالث وخلاص نضمن النتيجة. كبير يا أوباميانج. والله ما توقعتها يا عيال بتسجل. كبير يا كروس، والله العظيم يا عيال كروس من اروع اللاعبين في التسديد، مجنون يا اخي. شوفوا كيف يا عيال، شوف كيف التسديده، يا الله هذا بالويك فوت. يا سلام يا كروس. دقيقه ابي اضبط النت انا. رونالدو، لا كيف، حرام عليك الدون. لا تقول الفصل علي. اي اشوى، الحمد لله فصل عليه يا عيال. يس 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 يس. طيب يا عيال، هذا الجزء الاول بالنسبه للدرافت. اذا تبون يا شباب انزل الجزء الثاني بالنسبه للدرافت، اول ما يوصل هذا المقطع 1500 لايك راح انزل المقطع اللي بعده على طول ان شاء الله. فاتوقع يا شباب ما هي بصعبه عليكم 1500 لايك. بس هذا الكلام اللي اليوم يا شباب، اتمنى انكم تضغطوا على زر لايك. بس هذا الكلام اليوم، كان معاكم اخوكم ادم اوزر بكلاريتش كيو. مع السلامه.